ملك وطن. كان عمر الملك حسين بالـ95، لا 85 آسف، كان عمره 50. نعم. فحبيت أعمل له كتاب. نعم. للذكرى وكذا. والكتاب هذا عملته في لندن لأنه ما كان في طباعة كتب في الأردن لسه. المهم فطلبت من سيدنا أني أسير أروح على لندن وأجي مشان أشوف البروفات وكذا. بعدين المهم قلت له يا سيدي عم بعمل لك كتاب إن شاء الله إذا عجبك مشان تهديها لأصحابك والحبايب. نعم. قال أوكي. فصار العيد ميلاد 14/11/85. فسيدنا أجا على الديوان وبدهم بده ياخذ ابو شاكر الله يرحمه وزيد رفاعي ومروان القاسم. بده ياخذهم مش يروحوا على المدينه الرياضيه. كان في احتفال كبير لسيدنا لانه كان صار عمره 50. فانا بالديوان ما كان في حدا، بس اجى ياخذ ويطلع. سيدنا شرف. انا هيك طليت من من الباب. قال يا زهراب جبت الكتاب؟ متذكر عم استنى. ركضت عبطته قلت له يا سيدي ان شاء الله 100 سنه وهي تفضل. اخذ الكتاب دخل عند مروان القاسم على مكتبه. بعد 5 دقائق كذا زيد بن شاكر طلع. أيوة. من المكتب قال نادوا لي زهراب وانا عم بستنى. ركضت علي انا قلت له خير سيدي شو؟ قال ولك بدي اشكرك فوت. دخلت جوا سيدنا طلع من وراء الطاوله. ايوه ماسك الكتاب. عبطني وباسني وحكى لزيد رفاعي قال له زهراب احتفل بعيدي كتير اكثر من الدوله لانه هاي بدها تظل هذه. نعم باقيه هون محسوبك شو صرت ارقص.